قصص النجاح في العالم لا تنتهي، في الأدب والفن، في الموسيقى والغناء، في المسرح والسينما، في المال والأعمال، في العلوم وفي السياسة، وفي كل زمان ومكان قصة نجاح تستحق أن نلقي عليها الأضواء. ونحن معكم على راديو صوت العرب من أمريكا، نقدم لكم من خلال هذا البرنامج قصة من قصص النجاح. قصة نجاح، قصة نجاح، من أعداد وتقديم مجدي فكري. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي نقدم من خلالها قصة جديدة من قصص النجاح. حلقة اليوم من برنامج قصة نجاح يسعدنا أن نقدم من خلالها نموذجا مشرفا ومشرقا للمرأة في الوطن العربي، فهي كاتبة وأديبة، روائية وقصة، وهي أيضا عالمة وباحثة وخبيرة مصرية في مجال الفيروسات والأحياء الدقيقة. رحلتنا اليوم مع الأستاذة الدكتورة إيمان محمد محمد مرزوق، أستاذ علوم الفيروسات والأحياء الدقيقة الطبية بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. الدكتورة إيمان مرزوق صارت في رحلة متميزة جمعت فيها بين العلم والأدب معا، وبرعت في كل من الطريقين، فهي تعيش بعقلها في المعامل العلمية والأبحاث التطبيقية، وتعيش بقلبها في خيال الأدب بين الشعر والقصة والرواية. ولدت الدكتورة إيمان مرزوق في الإسكندرية بشمال مصر، وتخرجت من كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، ثم سافرت إلى ألمانيا حيث حصلت هناك على درجة الدكتوراه في علم الفيروسات والأحياء الدقيقة الطبية من جامعة برلين الحرة، وهي تعمل حاليا كأستاذ بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حصلت الدكتورة إيمان مرزوق على دبلومة احترافية في إدارة الموارد البشرية نوتينغ هيل كوليدج إنجلترا، وهي كاتبة ومدرب محترف لاستراتيجيات التعلم النشط وتطوير الذات، وقد بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة لها 38 بحثا دوليا في مجالات علمية عالمية رفيعة، وقامت بالإشراف على ما يزيد عن 20 مشروع تخرج في تخصص الأحياء الدقيقة الطبية، كما شاركت في تطوير وإعادة صياغة العديد من المناهج العلمية بالطرق العالمية الحديثة بعمادة التطوير الجامعي ومركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم. لها العديد من الإسهامات الواضحة في مجال خدمة المجتمع والشراكات المجتمعية التي تزيد من وعي المجتمع العربي الثقافي والصحي، حيث عملت كرئيس لوحدة المجتمع ومشرف للنادي الطلابي، حيث أقامت العديد من الفاعليات التثقيفية، كما قامت بتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات في مجال تطوير التعليم والتنمية الذاتية داخل وخارج مصر. كما شاركت الكاتبة في دورتين علميتين بالهيئة العامة للاستعلامات صادرتين عن قطاع الإعلام الخارجي، وتم تكريمها من قبل عمادة التطوير الأكاديمي ومركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم المملكة العربية السعودية على مدار 4 سنوات متتالية من يناير 2016 إلى 2020. الدكتورة إيمان مرزوق عضو اتحاد كتاب مصر وحائزة على جائزة ملهم في موسمها الدولي الخامس 2022 من اتحاد رواد الأعمال العرب، وقد صدر للكاتبة في مجال الأدب 4 أعمال إبداعية، وهي مجموعة قصصية بعنوان مجازيب النشوة، رواية معبر لاتين، مجموعة قصصية بعنوان فرق توقيت، وصدر لها مؤخرا أحدث أعمالها وهي رواية الشرفة الخلفية. وقد شاركت بهذه الروايات والمجموعات القصصية في أكثر من معرض دولي للكتاب، ومنها
معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض تونس الدولي للكتاب، معرض الرباط الدولي للكتاب، معرض بغداد الدولي للكتاب، معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي. دكتور أيمن أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبكل السيدة المستمعين. دكتورة إيمان، يعني تسمحيني أن يعني في البداية نبدأ بقى من مرحلة الطفولة، أين ولدتي وكيف نشأتي وترعرعتي كما يقولون يعني. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبكل السادة المستمعين، وسعيدة جدا أني موجودة مع حضراتكم النهاردة. أنا إيمان مرزوق. طبعا النشأة زي ما حضرتك تفضلت بيكون لها أثر كبير جدا على الإنسان وبتأثر جدا في ثقافته وفي حضوره وفي نجاحه وفي تعثره في كل مراحل الحياة. فالحمد لله أنا نشأت في أسرة جميلة. والدي الله يرحمه كان مصارع عالمي وله بطولات وله ميداليات وله نجاحات كتيرة في عالم الرياضة وخصوصا المصارعة، وهو البطل الرياضي محمد مرزوق. كمان كان له نشاطه السياسي الواضح، وكان عضو مجلس الشعب عن دائرة كفر الدوار، كان من البرلمانيين الأقوياء جدا. فبالتالي الحمد لله يعني الأسرة كان لها عامل كبير، وجود بابا كان له عامل كبير، ووالدتي طبعا في إن هي تخلق جوانا حب القراءة، حب العمل الخيري، التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، إن إحنا دايما يكون عندنا إحساس بالمسؤولية تجاه وطننا وتجاه مجتمعاتنا، وإزاي نطور من أنفسنا ومن بلدنا ومن شارعنا ومن يعني كل ما يحيط بينا، إزاي إن إحنا نضيف بصمة جيدة لي. لكن ولدتي في الإسكندرية ولا في كفر الدوار؟ في كفر الدوار. كفر الدوار طبعا المستمعين العرب هي بالقرب من مدينة الإسكندرية. طبعا الإسكندرية كلها معروفة للعالم كله. طبعا هو الأصول سكندرية، لأن والدي أصوله سكندرية، لكن بحكم نشاطه السياسي وبحكم عمله فهو اتجه لمدينة كفر الدوار، وهي مدينة صناعية كبيرة، فيعني مدينة مختلفة وقريبة جدا من الإسكندرية. كلمينا بقى عن الفترة الأولى من حياتك ما بين الابتدائية حتى الثانوية العامة، هذه الفترة الدراسية مهمة جدا، كان إيه اهتماماتك شغفك في الوقت ده بإيه؟ والله هو طبعا أنا كنت من الناس اللي حظها كويس جدا، كان عندها مجموعة من المعلمين أو من المدرسين اللي كانوا دايما بيدوروا على المبدع والموهوب ويشجعوا. فالحمد لله يعني من المرحلة الابتدائية للمرحلة الإعدادية للمرحلة الثانوية كان عندنا مدرسي اللغة العربية بيشجعونا وبيحمسونا. كان في الإذاعة المدرسية اللي كان لها أثر كبير جدا في حياتي، كنت أنا ماسكة الإذاعة المدرسية على فكرة. فهي الفترة دي كانت محببة جدا ليا، كنت كل طابور صباحي ينادوا على إيمان مرزوق تتفضل علشان نبدأ الإذاعة المدرسية في الطابور، فده كان بالنسبة لي شيء جميل جدا. وحتى لما دخلت الجامعة فوجئت ان في ناس كتير بتسألني انت إيمان مرزوق كانت ماسكة الإذاعة، فده كان بالنسبة لي شيء لطيف للغاية يعني. فدي كانت من اهم النقاط اللي اثرت في حياتي، منطقة او فترة الإذاعة المدرسية، وزي ان انا ممكن اصيغ كلمات وان انا اكتب بعض الفقرات اللي بتقدم في الإذاعة بشكل جميل وملفت ومبدع ويعجب المتلقي، لدرجة انه المدرسة كان محيط بها مجموعة من المباني أو من العمارات أو من حي سكني، كانت الناس تقف في البلكونات عشان تسمع فترة أو فقرة الإذاعة المدرسية اللي كنت بقدم. فاكرة حاجة منها؟ أكيد كان بيبقى فيه طبعا كنا بنقدم فقرة فيها أدب أو فيها شعر، كان بيبقى فيه فقرة فيها حكمة، كان في فقرة للإذاعة بالفرنساوي كمان، فكانت حاجات لطيفة الحمد لله يعني. يعني نقدر بقى نقول إن بداية قصة النجاح بتاع الدكتور إيمان مرزوق بدأت من المدرسة. بالظبط. مرحلة ما قبل الجامعة. بالظبط، من زي ما قلت حضرتك تحديدا الإذاعة المدرسية، لأن هي كانت يعني نقطة انطلاق إن الواحد يعني إزاي تكون سيلف إكسبرس، أو إن أنت إزاي تعبر عن ذاتك، تعبر عن نفسك. فدي كانت منطقة بالنسبة لي أفق كبير، كنت الحمد لله ببقى سعيدة وأنا منطلقة فيه. دكتورة إيمان، انتقلتي فيما بعد إلى المرحلة الجامعية، كلمينا عن هذه المرحلة بالتفصيل، ويعني بداياتك فيها وإيه اللي خلاك اتجهتي إلى الجانب العلمي كده.
والله انا كنت في ثانويه عامه كنت حابه اني ادخل كليه الاعلام، لكن في الفتره دي كان كليه الاعلام فقط موجوده في القاهره، وطبعا الاجواء كانت مختلفه. فكان لا كلمينا بقى، نتوقف هنا بقى عند الاعلام. ليه بقى يعني كنت عايزه الاعلام؟ كان في حد ايامها تاثرت بحد من الاعلاميين الكبار مثلا؟ كنت بحب الكتابه جدا، كنت بحب الكتابه جدا، وكنت في فتره ثانوي واعدادي كنت بحب اقرا جدا لفاروق جويده، يعني رغم بساطة الشعر والدواوين اللي هو بيكتبها، لكن كانت محببة جدا لقلبي يعني. فكنت بدور، كنت بنزل كل أسبوع تقريبا أدور على ديوان جديد لي، يعني لدرجة أن خلاص ما فيش حاجة جديدة نازلة، كل الدواوين اللي أصدرها كانت موجودة عندي. كنت ببقى زعلانة قوي وأنا راجعة أن ما فيش حاجة جديدة ممكن أشتريها لفاروق جويدة. كنت بتابع الشعر بشكل جيد، كنت بحب الكتابة، فكان عندي إحساس أن الكلمة لها قوة والكلمة لها أثر، وأن ممكن يكون عندي فكر لطيف او مفيد او ممكن يصل للناس بطريقه جميله. فكان نفسي ان انا ادخل كليه الاعلام عشان اكون صحفيه يعني. فاكره حاجه لفاروق جويده؟ حافظه له حاجه؟ والله يعني دلوقتي ممكن ما كنش فاكره قوي، لكن هو دايما في اول كتاباتي كانوا يقولوا لي انت متاثره جدا بفاروق جويده وبالمسرح الشعري بتاعه، لكن هي كلماته الجميله والبسيطه كانت دايما يعني مقترنه بفتره الشباب في حياتي. طب دكتورة إيمان اسمحي لي، سمعينا حاجة. تمام. هقول كان في حاجة أنا بحبها اللي هي قصيدة من مجموعة مجاذيب النشوة بعنوان أمواج. راحت تتصاعد الأمواج، تفت الصخر عازمة بكل ثبات، ولم يجدي أمامها حصن ولا سور ولا أجناد. رأت في الصخر ألعوبة وفي الفوز أمتعة وفرض عتاد. تشن الحرب في عسف وترنيمة، فتارة تحنو ومرة تعلو وتشتد حين، وكان الريح صاحبها يعاونها ويهديها، يغذي الحلم في ظلم وبالأهداف يغريها، يحدثها بأن الصخر لن يقوى على الهجمات، وأن مصيره يوما يذوب بكثرة النوات، ومهما كان من قوة ومن حنكة ومن أوتاد، فإن الصدع داخله سيهزم قوة الثكنات. فهل حقا يبيت الصخر معتلا ومنكسرا بلا إمداد؟ وهل يمكنه أن يشفى ويرأب ما به من ضعف في وجه الريح والأزمات؟ نعم يقدر، ولن تثنيه آلامه، ولن تغلبه أحزانه، ولن يصبح بأمر المعتدي منقاد. سيمحو ما به من طرح ويجدد ما به من جرح، ويصبح حينها أقوى، ولن تخدعه أمواج مضللة في يوم آت. دمتم أقوياء. جميل جدا دكتورة إيمان، اسمحي لنا بقى ان احنا نطلع الفصل الأول ونسمعك زي ما اتفقنا جزء من قصيدة للشاعر الكبير فاروق جويدة. يلا بينا. شيء سيبقى بيننا، أريحيني على صدرك لأني متعب مثلك، دعي اسمي وعنواني وماذا كنت، سنين العمر تخنقها دروب الصمت، وجئت إليك لا أدري لماذا جئت، فخلف الباب أمطار تطاردني، شتاء قاتم الأنفاس يخنقني، وأقدام بلون الليل تسحقني، وليس لدي أحباب ولا بيت ليؤويني من الطوفان، وجئت إليك تحملني رياح الشك للإيمان، فهل أرتاح بعض الوقت في عينيك أم أنضي مع الأحزان؟ وهل في الناس من يعطي بلا ثمن بلا دين بلا ميزان؟ أريحيني على صدرك لأني متعب مثلك، غدا نمضي كما جئنا وقد ننسى بريق الضوء والألوان، وقد ننسى امتهان السجن والسجان، وقد نهفو إلى زمن بلا عنوان، وقد ننسى فلا يبقى لنا شيء لنذكره مع النسيان، ويكفي أننا يوما تلاقينا بلا استئذان،
زمان القهر علمنا بأن الحب سلطان بلا أوطان، وأن ممالك العشاق أطلال وأضرحة من الحرمان، وأن بحارنا صارت بلا شطآن. وليس الآن يعنينا إذا ما طالت الأيام أم جنحت مع الطوفان، فيكفي أننا يوما تمردنا على الأحزان وعشنا العمر ساعات فلم نقبض لها ثمنا ولم ندفع لها دينا ولم نحسب مشاعرنا ككل الناس في الميزان. قصة نجاح. New concept products and design. بإدارة نجاح عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيد من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. سائقو ميشيغان، أرجو الانتباه. هل تتواصلون على مجموعات الدردشة عند قيادة السيارة؟ وهل تقرؤون الإيميلات وأنتم على الإشارة؟ أو ربما تتكلمون مع العائلة والأصحاب وأنتم تنتقلون من حارة لحارة؟ قانون عدم استخدام اليدين في ولاية ميشيغان يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية باليدين أثناء القيادة. انتبهوا، خرق القانون يعرضكم لعقوبة خدمة المجتمع أو الغرامة. القانون يقول لا تستخدموا يديكم، ركزوا على القيادة. لمعلومات أكثر يرجى المرور على michigan.gov/distracteddriving. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة. بقديم الزمان كانت عشتار رمز الحب والجمال. عند السومريين كان اسمها إينانا، وأفروديت ببلاد اليونان، وفينوس عند الرومان. ومثل ما هي كوكب الزهرة نجم الصباح والمساء، عشتار اليوم نجم ستيرلينغ هايتس العالي بالسماء، رمز للمذاق الأسطوري من أرض بابل ونينوى، أجواء من سحر الشرق بأنغام العود والصبا. عشتار، مطعم أهل البيت والخطار. 362-515 My Road في مدينة ستيرلينغ هايت، هاتف 586-698-2585. قصة نجاح. الأستاذة الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ الفيروسات بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. يعني نعود الآن بعد أن استمعنا إلى الشعر، نعود إلى الحديث عن العلم. ودكتورة إيمان لها شخصيتان، شخصية أدبية وشخصية علمية. وكلمينا بقى عن مشوارك العلمي، بدأ إمتى؟ بدأ من أول الكلية ولا؟ إيه والله، أنا في 2007 سافرت إلى ألمانيا، برلين العاصمة. قبل ألمانيا، قبل ألمانيا. أخذت البكالوريوس طب بيطري من جامعة الإسكندرية في 2001، وبدأت إن حياتي العملية، وبدأت بإني اشتغلت في إحدى شركات الأدوية. لكن في 2007 شاء القدر إني أسافر لألمانيا، لبرلين العاصمة. كان زوجي مبتعث في بعثة تبع الدولة يعني. طب خلينا نتوقف شوية قبل ألمانيا برضو، لأن محطة ألمانيا دي محطة مهمة. خلينا نتكلم محطة الطب البيطري. يعني قلما نلاقي بنات تختار الطب البيطري، واختارك الطب البيطري كان ليه؟ ويعني استفدت إيه من التجربة دي؟ تجربة لذيذة يعني. دايما ما أعرفش ليه الطب البيطري مرتبط بحيوانات طبعا. وعندنا الفيلم الشهير بتاع
رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز تقريبا هنسمع منكم، بس كلمينا بقى. هو طبعا زي ما احنا كان السؤال اللي قبله كنت عايزه تدخلي كليه ايه، فانا قلت حضرتك كنت عايزه ادخل كليه الاعلام، لكن في الوقت لا في الوقت ده السفر. كان السفر كان فوالدي اخاف عليا يعني من القاهره وزحمتها وما شابه، فبالتالي كان البديل بالنسبه لي اني ادخل بقى المجال التاني اللي انا بحبه برضو هو المجال الطبي. ففي الوقت ده التحقت بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، لأن الطب البيطري لو حضرتك يعني حتى في أمريكا وحتى في أوروبا هتلاقيه هو رقم واحد على مستوى العالم، الاهتمام بالحيوانات وبالإنتاجية وحتى بالبيت أنيمالز والحيوانات المختلفة، عندهم شعور عالي جدا تجاههم، وفي علم غزير جدا تجاه الحيوانات، وفي امراض كتير مشتركه، يعني في مجموعه كبيره من الامراض اسمها زوناتيك ديزيز او امراض مشتركه ما بين الانسان والحيوان، يعني لو الامراض دي توقفت عند الحيوان مش هتوصل للانسان، والعكس صحيح برضو في امراض بتنتقل من الانسان للحيوان. فالطب البيطري للاسف هو مظلوم في بلادنا العربيه، او الفكر تجاهه لا محتاج ان هو يتم اعاده الفكر، يعني الفكرة البرسبشن نفسه او ازاي احنا بنتقبل فكرة الطبيب البيطري. بالعكس ده طبيب الانسانية، لان المريض بتاعه صامت ما بيشتكيش، فبالتالي هو لازم يكون على درجة عالية من العلم، على درجة عالية من الذكاء، على درجة عالية من الخبرة، علشان يقدر ان هو يساعد في علاج وشفاء هذا المريض الصامت اللي ما بيتكلمش. أسألك بقى يعني أشهر الأمراض اللي قابلتيها بتصيب الحيوانات؟ طبعا في أمراض كتيرة فيروسية وبكتيرية بتصيب الحيوانات وتصيب الإنسان، زي فكرة البروسيلا. فكرة البروسيلا ده من الأمراض الصعبة جدا العلاج، واللي بتحتاج لشهور في العلاج، وبتنتقل من الحيوان للإنسان، وممكن تنتقل عن طريق اللحوم وعن طريق الألبان والمنتجات الحيوانية وما شابه. ومن الأمراض يعني المشكلة فيها أنها بتحتاج وقت طويل جدا، وهي مقاومة كمان حتى للمضادات الحيوية، فدي من الأمراض الشهيرة. طبعا احنا الفترة فاتت عانينا كلنا من COVID-19، من دي من الأمراض الفيروسية الشهيرة اللي بتنتقل من او اللي كان أساسها كان من المصدر حيواني، فبرضو مجموعة في عائلة كبيرة من الفيروسات لها نفس السمة، ممكن تنتقل زي مثلا في فترة 2006-2009 كان في معاناة كبيرة جدا من إنفلونزا الطيور، وكان في وفيات على مستوى البشر وعلى مستوى الطيور، وخسائر بشرية ومادية وإنتاجية. ففي أمراض كتيرة منتشرة وبتنتقل بين الإنسان والحيوان، ولازم إن احنا يعني يكون على دراية بأهمية دور الطبيب البيطري في مواجهة هذه الأمراض. طب خليني أسألك سؤال خيالي شوية، هي الحيوانات بتصاب بأمراض نفسية؟ هقول لحضرتك إن كان في فعلا دراسة يعني تم إقامتها على مجموعة من الأبقار في مزارع كبيرة من الأبقار اللي هي المنتجة للألبان، فوجدوا ان الابقار اللي بيتم معاملتها بطريقه خاصه وفعلا بيتم تشغيل نوع من انواع الموسيقى الهادئه حواليها بتدر كميه من الالبان اكثر من الابقار الاخرى اللي بتعامل بشكل يعني عشوائي او بشكل غير مدروس. فبالفعل لو حضرتك لاحظت مثلا بيت انيمالز او الحيوانات زي القطط والكلاب بيتاثروا جدا بمشاعر من حولهم، وبيتاثر جدا لو صاحبه حزين او لو صاحبه سعيد او لو صاحبه عنده حاله من انواع الاكتئاب، بالعكس بيحاول ان هو يواسيه. فالحيوانات مرهفه الحس جدا، وقد تكون تشعر اكثر من الانسان او عندها حنو اكثر من الانسان بعض الاحيان. قصه نجاح. هل تعاني من ألام في المفاصل أو العظام؟ هل جربت الأدوية دون فائدة؟ هل تفكر في إجراء عملية؟ انتظر، الحل لدى مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي، جهاز سوفت ويف علاج جديد غير جراحي يستخدم الموجات فوق صوتية لتحفيز الجسم على بدء عملية الشفاء وتوليد أنسجة جديدة في مجالات جراحة العظام، الكسور، العناية بالجروح وعلم الجمال دون جراحة أو تخدير، وقت علاج قصير، نتائج سريعة طويلة الأمد، تستخدمه العديد من المراكز البحثية الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا، الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توب ريهاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت ويف وبرسوم رمزية. اتصلوا الآن على 313-846-0555. توب ريهاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصلوا الآن واحجزوا 313-846-0555. حاولنا كتير، خلينا نحاول كمان مرة. الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف، يعني ما في أمل؟
للأسف حبيبتي. هنالك أمل لدى مركز إخصاب IVF ميشيغان الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023. ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز IVF ميشيغان وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة حققت حلم الأبوة لكثير من الآباء والأمهات. وهو حاصل على البورد الأمريكي في أمراض النساء والتوليد والعقم والغدد الصماء التناسلية. الآن ولفترة محدودة خصم $1,000 للحالات المؤهلة لإجراء عمليات في عيادات IVF ميشيغان. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489529600. IVF أمل يولد من جديد. الساعة 9:17. أوف، لقد تأخرت، يجب أن أسرع. هل تعلم أنه مع تجاوز السرعة المحددة تزداد مخاطر الاصطدام وربما تحصل على مخالفة باهظة التكلفة أيضا؟ خلال عام واحد وقع 22,000 حادث اصطدام بسبب السرعة في ميشيغان، مما أسفر عن 200 حالة وفاة. ماذا؟ كيف عرفت أنني مسرع؟ ثم لو لم أكن لوحدي في السيارة لما أسرعت. هل تعلم أيضا أنك بسبب السرعة تعرض حياة الركاب والمشاة الآخرين للخطر بما فيهم الأطفال والحيوانات؟ كيف تعرفين كل هذه الأشياء؟ إني أعرف كل شيء كيفن. كلما زادت سرعتك فوق الحد المسموح به كلما زادت مخاطر ارتكابك للحوادث. خفف السرعة، هناك من يراقب سرعتك الآن. رسالة من مكتب تخطيط سلامة الطرق السريعة في ولاية ميشيغان. قصة نجاح. الأستاذة الدكتورة إيمان مرزوق أستاذ الفيروسات، نتحدث الآن عن فترة ألمانيا، وهي فترة مهمة جدا في حياتك ومن خلالها حصلت على درجة الدكتوراه في علم الفيروسات، مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. كان الماجستير عن إيه الأول؟ هقول لحضرتك، أنا خرجت من مصر في 2007 واتجهت لألمانيا، ما كانش الغرض الأساسي هو الدراسة، لكن لما وجدت هناك الجامعات قد إيه العلم فيها متطور وقد إيه البيئة هناك داعمة للباحثين وللناجحين وللمتميزين، فبدأت أن أنا أبدأ أقدم على درجة الدكتوراه مباشرة، لأن في ألمانيا ده متاح بدون الحصول على ماجستير. لكن الفكرة كلها أنه بيتم عمل زي اختبار أو انترفيو أو مقابلات مع البروفيسورز الألمان الموجودين في الجامعات، وبيبدأ بناء على يعني زي بالضبط تقييمات للمتقدمين، يقول هل هو يصلح أو قادر على بدء الدكتوراه مباشرة ولا محتاج بعض الكورسات ولا محتاج ماستر ديجري بالضبط. فالحمد لله أنا من الناس اللي اكتست التقييمات دي بشكل قوي الحمد لله، وتم منحي زي معادلة ان انا قادرة على البدء في الدكتوراه مباشرة دون الحصول على الماجستير او دون حتى اخذ كورسات علمية تسبق الدكتوراه. فدي كانت من الحاجات الجميلة اللي انا سعيت بيها جدا خريجة جامعة اسكندرية، وان تم اعتمادي للحصول على الدكتوراه مباشرة بدون اي مشاكل. الموضوع كان عن انفلونزا الطيور، لان زي ما قلت لحضرتك كان في الفترة دي كانت عن فيروسات الانفلونزا شديدة الضرو. ففيروسات الانفلونزا شديدة الضروة اللي هي H5N1 اللي عندها القدرة على الانتقال من الطيور للإنسان. فبالتالي كنت اشتغلت على فكرة الدي اكتيفيشن او الان اكتيفيشن، ازاي ان احنا نثبت هذه النوعية من الفيروسات شديدة الضروة واللي هي الخطيرة جدا، واللي هي حتى الباحثين نفسهم في المعامل بيخافوا جدا من انتقالها ليهم لانها قد تسبب او قد تؤدي الى الوفاة. فكان شغلنا الحمد لله على مجموعة من الجينات، واللي هي الحمد لله حتى هي مسجلة في الجين بانك على مستوى العالم باسمي كباحث اشتغل على هذه المجموعة. الأربع جينات اشتغلنا عليها وكانت تم عزلها من داخل مصر كمان عشان تكون الرسالة هي الرسالة تمت في ألمانيا، لكن كلها مردود إيجابي على المجتمع المصري وإزاي إن احنا نتجنب النوعية دي من الفيروسات. المجتمع العربي بقى بصفة عامة طبعا، لأن هو التكنيك نفسه يصلح لجميع الفيروسات شديدة الضروة، لكن أنا اخترت إن تكون السلالات معزولة من مصر علشان نقدر نجابهها بمصر بهذه الطريقة، يكون فيها إفادة علمية لمزارعنا وللبيئة اللي موجودة في مصر. بعد الدكتوراه ما فكرتش انك تلتحقي بجامعات ألمانية تدرسي فيها يعني؟
والله هقول لحضرتك حاجة، هو ألمانيا بترحب جدا بالناجحين وباللامعين وبالأصحاب العلم والمعرفة، وهي مجتمع جاذب للمهاجرين. لكن أنا كان قدامي تحدي، إن أنا كنت خايفة على أولادي، يعني ما حبيتش ان اولادي ينشأوا في مجتمع غربي وهم صغيرين ويتاثروا بيه ويكون كل شيء مباح قدامهم. فاخدت قرار ساعتها ان احنا لا، يعني كفايه كده، وان انا ابدا اتجه لمكان اخر يكون فيه يعني دوله اسلاميه او فيها نفس عاداتنا وتقاليدنا العربيه يعني. فقررنا ان احنا ننزل من المانيا علشان بس الاولاد يعني. كان نفس الفكرة، خوفا على الأولاد من المجتمعات المنفتحة. وحضرتك شايف دلوقتي قد إيه إن ممكن المغتربين بيعانوا في البلاد الأوروبية من اختفاء للهوية وطمس الهوية والعقيدة. أيمن، كلمينا بقى عن ألمانيا، بقى كلمينا بقى عن هذه الفترة، وشفت إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكيش، والأشياء اللي أثرت فيك في الفترة دي. والله زي ما قلت حضرتك، هي طبعا ألمانيا من البلاد الجميلة جدا والقوية جدا والنظيفة جدا والمنظمة جدا، فهي كانت فترة لطيفة. لكن كان بيشوبها دايما اني عندي حنين جارف للوطن، يعني انا من الناس المحبة جدا لمصر ومحبة جدا للإسكندرية، وبحب بلدي بشوارعها بناسها بطباعها بكل شيء. لكن في ألمانيا كان في الدراسة الحنين للوطن. حتى في ألمانيا لما كانوا يحسوا بكده كانوا يسألوني مين أحسن، مصر ولا ألمانيا، فأقول لهم مصر، فيقول لي هايمات إست هايمات، هايمات إست هايمات، يعني الوطن هو الوطن مهما كان الوطن بتاعنا أيا كانت ظروفه، فدايما الانتماء لي بيكون أقوى وأشد من أي شيء مبهر في العالم كله يعني. ألمانيا من البلاد الجميلة الداعمة للمهاجرين، اللي بتدعم العلم وبتدعم الثقافة بتدعم الحقوق، يعني هي بلد كمان التكافل فيها عالي جدا، أي إنسان يقدر ياخد حقه من أي حد ومن أي شخص في أي وقت. كانت فترة لطيفة اتعلمت فيها كتير، التحقت فيها بكورس لغة هناك، وكان كورس اللغة ده كان فيه ألماني، أخدت 600 ساعة هناك من الإيقا، والحمد لله طلعت الأولى على الكورس، ودي كانت حاجة لطيفة، لأن كان فيه طبعا من روسيا ومن كازاخستان ومن إنجلترا ومن تشيكوسلوفاكيا، من بلاد كتير من جنسيات كتير. والكورس فكرته هناك كمان إن مش بس بيعلمك لغة، هو بيعلمك إزاي تتفاعل مع الآخر، أو بيحاول يدمجك في المجتمع، إن في جنسيات كتير موجودة لكن ما فيش عنصرية أو ما فيش شيء دافين داخل النفسيات، يعني بيعودنا إزاي نتعامل مع بعض رغم اختلاف أجناسنا وألواننا وديننا ولغتنا. فكانت اللغة الوحيدة اللي كانت بتفرض نفسها علينا في الكورس ان احنا نتكلم ألماني، فمنها انت بتتعلم ومنها ان انت بتندمج وسط المجتمع اللي هو مليء بالجنسيات المختلفة يعني. لكن ما كانش في مضايقات لك بالنسبة لك امرأة عربية يعني؟ يعني على مدار 6 سنوات مثلا حصلت مضايقتين يعني فقط، وكانت في يعني في الشارع العادي يعني، او في يعني حاجه بسيطه جدا، لدرجه ان في مره كان يعني عامله في محل من المحلات، وعملت انا الشكوى على الويب سايت على الموقع بتاع المكان ده، لان كان له فروع كتير، واتبعت لي اعتذار وتم نقلها من المكان، يعني تم معاقبتها ونقلها من المكان. حضرتك متخيل انك مثلا بتبعت شكوى على الانترنت لمكان فيه 15,000 موظف، ومع ذلك يتم التعامل مع الشكوى دي بمنتهى الجديه والمصداقيه، ويتم التعامل مع الموظفه اللي هي تصرفت بشكل عنصري ضد الحجاب مثلا، ويتم نقلها ومعاقبتها. فده في حد ذاته شيء يشارك بالأمان برضو، إن ده مجتمع له نظم وله قوانين تحكمه يعني. قبل أن ننتقل للجانب الأدبي في حياتك، اسمحينا أن نتحدث قليلا عن الفيروسات. وللأسف دول عربية كثيرا يعني الأمور بتختلط بين الفيروسات والميكروبات والبكتيريا. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت، احنا في العالم ده احنا مش عايشين لوحدنا، فاحنا حوالينا كائنات كتيرة مختلفة. الكائنات دي احنا بنسميها الاحياء الدقيقة الطبية، او الكائنات الدقيقة دي اللي هي لا ترى بالعين المجرد، فهي بتختلف لمجموعات او لفصائل مختلفة يعني. بمعنى ان في مجموعة من بنسميها بكتيريا، فالبكتيريا دي لها خصائص معينة، بتنمو بشكل معين، تقدر تنمو داخل جسم الإنسان أو خارجه. طبعا في منها ضارة في منها نافعة، متفقين يعني لها وظائف مختلفة. في مجموعة تانية من الكائنات الموجودة علينا حوالينا اللي هي الفيروسات، واللي احنا
يعني بحب دايما وصفها ان هي على حافة الحياة. على حافة الحياة يعني ايه؟ يعني هي لو هي خارج جسم الانسان فهي لا تستطيع التكاثر، لا تستطيع يعني خلق نسخ كتير من نفسها وما شابه، لازم تدخل في جسم حي علشان تبدأ تنمو وتتفاعل وتخلق نسخ كتير منها، على عكس البكتيريا. البكتيريا تقدر على الأسطح دي تنمو، تقدر في أي مكان تنمو، داخل جسم الإنسان تنمو، خارج جسم الإنسان تنمو، على أيدينا من بره تنمو، وهكذا. الفيروسات ما عندهاش القدرة دي. الفيروسات بتدخل جسم الإنسان ومن أو الكائن الحي، ومنها تبدأ إن هي تستغل كل طاقات الخلية الحية دي لصالحها، فهي على حافة الحياة. ادينا أمثلة بقى على سبيل المثال. مثلا احنا قلنا من شوية مثلا بالنسبة للبكتيريا، احنا قلنا في حاجة زي البروسيلا، فدي نوع من انواع البكتيريا اللي موجودة. في حاجات كتير زي الايكولاي، زي السالمونيلا، في زي الستاف، دي انواع من البكتيريا واللي ممكن تسبب مثلا نوع من انواع التلوث الغذائي، الايكولاي والسالمونيلا والإشريشيا كولاي والسالمونيلا والستاف أوريوس وما شابه. دي حاجات تقدر ان هي تسبب مثلا تلوث غذائي، وبعضها بتنتج سموم وتعمل تسمم غذائي. انواع من الفيروسات زي مثلا انفلونزا الطيور، زي الكوفيد 19، زي الايبولا فيروس، زي الفيروسات اللي هي بتعمل حمى نصفية، دي مجموعة تانية من انفلونزا الخنازير، كل الحاجات، البوكس فيروس اللي هو الحاجات اللي بتسبب الجدري والجديري وما شابه. فدي مجموعة من الفيروسات اللي هي ما بتعيش خارج جسم الإنسان وبتكون موجودة في الحياة لمدة معينة، ممكن بعد كده اللي هي يعني تفقد فعاليتها. الميكروبات بقى، ما هي الميكروبات بقى بتشمل كل ده، بتشمل مجموعة البكتيريا، بتشمل مجموعة الفيروسات، بتشمل مجموعة الفطريات، يعني دي كلها تندرج تحت اسم مايكرو أورجانيزم أو الكائنات أو الميكروبات اللي احنا اتكلمنا عليه، الكائنات الأحياء الدقيقة الطبية. يعني هي أفرع كتير، حتى موجود عندنا كمان البارازايتس أو الباراسايتولوجي أو علم الطفيليات، برضو ده برانش تاني أو ده فرع تاني موجود من الحاجات اللي ممكن تؤذي الإنسان والحيوان والنباتات حتى، يعني تؤدي إلى أمراض عديدة. دكتورة إيمان، اسمح لنا نطلع فاصل. قصة نجاح. في المدينة الفاضلة يتبع جميع السائقين القواعد والتزمون بإشارات المرور، لن يحدث ما هو غير متوقع في هذا العالم المثالي، لن تضطر إلى ارتداء حزام الأمان، لكن الحقيقة غير ذلك. في ميشيغان يموت كل عام أكثر من 1000 شخص بسبب حوادث السيارات ويجرح آلاف آخرون، لذلك فإن ربط حزام الأمان يقلل خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة جراء الاصطدام بنسبة 45%. إذا كنت تقود شاحنة صغيرة اربط حزام الأمان، فهو يقلل الخطر على حياتك بنسبة 60%، لأن احتمال انقلاب الشاحنة الصغيرة يزيد بمقدار الضعف عند وقوع الحادث. وهل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص توفوا جراء انقذافهم خارج سياراتهم عند وقوع حادث الاصطدام؟ لذلك وإلى أن يصبح العالم مثاليا، اجعل عالمنا هذا أكثر أمانا، اربط الحزام. رسالة من مكتب ميشيغان لتخطيط السلامة على الطرق السريعة. عبالك تحضري طبخة شرقية بس محتارة بالمقادير؟ زياد براند بالتعاون مع تطبيق الوصفات العربية سمسم، عندهم الحل لتحضري وجبات مبتكرة ومتنوعة. حملي تطبيق وصفات سمسم المجاني واللي بيحتوي العديد من الوصفات اللذيذة الأصيلة الآن من متجر أبل أو جوجل، وزوري موقع زياد.com لتحديد أقرب متجر إليك وشراء المكونات الأساسية لطبختك من زياد. وصحتين وعافية. شو هي الحياة؟ إني كون دفيانة ومو خايفة، إني أعيش بقية حياتي بكرامة، أكل أكل زين وأشرب مي نظيف، إني أعيش سعيدة ولو كنت يتيمة، إني أحس بالدفى والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي. منذ 30 عاما ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية، والتي تم اختيارها من بين أفضل 9 منظمات خيرية حول العالم لعام 2022، تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس. ساهموا معنا في مد جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org
أو على الرقم 1-800-827-3543 أو السوشيال ميديا Life for Relief and Development. حيثما توجد الحياة يوجد الأمل. قصة نجاح. أصدقائي المستمعين، نعود مرة أخرى إلى الحديث مع الأستاذة الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ علم الفيروسات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم، ونتحدث الآن في هذه المرحلة عن علاقتك بالأدب. واضح من الاسم والمهنة بعدها تماما عن الأدب، يعني علوم تطبيقية وفيروسات وميكروبات والأدب بقى حاجة تانية. لكن أنا طبعا من خلال حديثنا في بداية اللقاء علمنا أن بدايتك مع الأدب بدأت من الإذاعة المدرسية أثناء الدراسة في الابتدائي والإعدادي والثانوي. هو بالضبط، يعني هي الفكرة كلها أن حتى من وأنا صغيرة خالص كانت ماما يعني حتى الآن محتفظة بحاجات أنا كنت بكتبها لها وزن ولها قافية، يعني من وأنا صغيرة لسه بتعلم الكلام. فهي الفكرة كلها أن ممكن الإنسان يكون يعني بيجمع ما بين حاجات كتيرة ممكن تكون متناقضة أو مختلفة أو ملهاش يعني قاعدة واحدة ثابت عليها. ففكرة الحب للأدب وللكتابة دي كانت منذ الصغر طبعا شجعها ونماها مرحلة الإذاعة المدرسية. بعد كده بدأت أن أنا أكتب على صفحات التواصل الاجتماعي، أي شيء بيقول في خاطري أو أي شيء بتأثر بيه بشوفه في المجتمع بتاعي أو أي تناول لقضية قضية رأي عام، حتى بدأت أن أنا أكتب على صفحات التواصل الاجتماعي لدرجة أن بقى الأصدقاء والمقربين يقول لي أنت لازم تنشري حاجتك دي. عايز أسألك، مين أكتر حد شجعك من الأدباء بقى؟ طبعا يعني في رواد كتير للثقافة موجودين في الأسكندرية، خصوصا دكتور شريف عبدين مؤسس أقوى، أستاذ الروائي المحترم جدا والنبيل الأستاذ رشاد بلال، شاعر ونورس الإسكندرية أستاذ جابر باسيوني، دكتورة سحر شريف قامت بمناقشة مجموعة مجازيب النشوة، دكتور بهاء حسب الله من الناس الجميلة اللي كانت دايما تديني نصائح في إزاي أطور من كتاباتي، في دكتور الناقد الأدبي دكتور عادل يوسف من بورسعيد. يعني في مجموعة كبيرة جدا من الناس المهتمة والمنشغلة بالأدب غير الأصدقاء طبعا قاموا بدعمي وتشجيعي وأتاحوا لي الفرصة أن أنا أكتب على مواقع كمان إخبارية ومواقع صفحات شهيرة، يعني حتى مجلة الكواكب وإبداعات الكواكب والكاتب الكبير خيري كامل، يعني تم نشر كتير من القصائد بتاعتي والقصص القصيرة على صفحات مجلة الكواكب. فدي كانت من الحاجات الجميلة اللي شجعتني ان انا يكون ليا شغل متواصل او اصدارات ادبية واضحة، بحيث ان الحابب الكلمة اللي ايمان بتقدمها يقدر يلاقي الكتاب ده، يقدر يلاقي المنتج ده او المجموعة القصصية او الرواية موجودة ويقدر يتم الوصول ليها باي وقت. لكن بدأت كتابة الشعر اولا ولا القصة ولا الرواية؟ لا، انا بسميها معزوفات شعريه، يمكن دي الاقرب الى قلبي، وكان في جزء كبير فيها موجود على في مجموعه مجاذيب النشوه، والقصه القصيره اللي ممكن تكون يعني قصة تشكيلية أو ممكن يكون فيها إسقاط على شيء معين، مش لازم تكون قصة بالمعايير المعروفة، يعني لأن أنا بكتب القصة القصيرة جدا كمان، ومنها للرواية. أول كتاب صدر للدكتورة إيمان مرزوق مجاذيب النشوة 2021، ده قصص قصيرة ومعزوفات شعرية. طب نسمع حاجة منها؟ طيب هنقول تميمة عشق من مجموعة مجاذيب النشوة. ما بين لهفة للقاء ونداء روح، مفتون بك أم أن طيفك سراب يلوح؟ تذكرك نفسي كأمنية راهب أو عزف وتر حنين يبوح، لأنك تدري ما أنت عندي، تدنو قليلا وتكفو كثيرا، تعاند قلبي بكل جموح، لأنك مني وبك يحنو الطريق ويغني، تعانقك روحي سلاما ونورا ودفئا يضمد كل الجروح، ففيك الشفاء ومنك الهدى، تميمة عشق وزهر يفوح. فهل يزهق القلب طول التمني؟ وهل يطفئ الشمس بعد الصدوح؟ لأنك سحر سرى في دمايا، ونبض تعلق وحلم صبوح، فلا للبعد يوما أسلم، ولا ينسى للشوق دهرا طموح. جميل جدا دكتور إيمان، والله حاجات لذيذة. يعني
دكتور ايمان، اصدرت بعد مجاذيب النشوه عدد من الكتب ايضا، نتعرف عليها بقى. مجاذيب النشوه كانت 2021، فرق توقيت، مجموعه قصصيه 2022، روايه معبر لاتين 2023، وروايه الشرفه الخلفيه 2024. خلينا نتوقف عند معبر لاتين عشان اسم غريب شويه، يعني ايه معبر لاتين ده؟ والله هو معبر، طبعا هو المعبر هو الشيء اللي احنا بنعبر من خلاله، او من مكان لمكان او من حال الى حال. يعني هو كان المقصد منه ازاي ان احنا نتخطى عجز انفسنا، ازاي ان احنا نعبر من ضيق النفس، من ضيق الحال، من ضيق الفكر، الى الجمال والى الرحابه والى الاختلاف والتطوير. فاللاتين هو الشيء شديد او فائق الجمال. فمعبر لاتين هو ازاي ان احنا نتحول من الحال الصعبه اللي احنا بنعاني منها لحال اكثر جمالا، ايا كان بقى الحاله دي اجتماعيه او اقتصاديه او ماديه او سياسيه او نفسيه. ففكره معبر لاتين هو الشيء او نقطه التحول اللي هتغير حياتنا للاجمل باذن الله. لاتين ده ايه بقى اسم؟ لاتين هو اسم بيعني شديد الجمال او فائق الجمال او المراه شديده الجمال. فمعبر لاتين هنا انا بقصد فيه لا مش مكان، هو معناه معنوي اكتر. اللي هو ازاي انتقل انا من الضيق الى الجمال والى الرحابه والى كل شيء جميل ومتطور. احدث اعمالك الشرفه الخلفيه، كانت بتتكلم عن روايه. بالظبط. الشرفة الخلفية هي رواية فيها خطوط درامية متشابكة ومختلفة ومتعددة. يظهر يعني في ظاهر الحال أو في ظاهر الرواية يبدو أن احنا بنعالج جريمة أو مشكلة جريمة، لكن الأساس في اللي بتعتمد عليه الشرفة الخلفية هو يعني تسليط الضوء على التغير الموجود في نسيج المجتمع دلوقتي أو في مجتمعاتنا العربية بشكل عام. احنا اتغيرنا، اختلفنا عن زمان، بقى في انتشار للجريمة بشكل واسع، لكن الجنات هذا العصر أو القائمين على هذه الجرائم أصبحوا ليسوا من المسجلين خطر ولا من العاطلين، أصبحوا من طبقات راقية في المجتمع، أصبحوا من طبقات مثقفة، أصبحوا من المقربين. فالرواية بتسلط الضوء ليه ده حصل، ليه حصل تغير شديد كده في نسيج المجتمعات العربية، ازاي ان احنا نعالج ده، وازاي نرتقي بانفسنا مرة اخرى عشان نعيش بسلام بدون هذا الكم من العنف الهائل الجديد على مجتمعاتنا العربية والمصرية. الأستاذة الدكتورة إيمان مرزوق، أستاذ علم الفيروسات بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. نعتز بوجودك معنا النهاردة في قصة نجاح على إذاعة صوت العالم أمريكا. نتمنى لك النجاح دائما، فخورين بيك طبعا وسعداء بوجودك معنا، ونتمنى لك خطوات وخطوات من النجاح والإبداع دائما في مجال العلم وفي مجال الأدب أيضا. بشكرك جدا جدا على هذا اللقاء. مرسي جدا لحضرتك يا فندم، وأنا اللي سعيدة أني موجودة النهاردة مع حضرتكم، ومتشكرة جدا جدا. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وإلى اللقاء مع قصة جديدة من قصص النجاح. شارك في تقديم هذه الحلقة تنازيه نوفل. قصة نجاح، قصة نجاح من إعداد وتقديم مجدي فكري.